الماتش هذايا عجبني بصفه كبيره، سيرتو في البونت ومعناتها في التايمينج نتاع القصه نتاع تاكونات. بريسك عدى ال 20 دقيقه لعب الاولى يلعب وحده، معناتها تقول عليه يلعب مع ضد الزمالك. ان شاء الله يكمل يواصل هكا، واحنا جروب كامله نخدموا على روحنا، وان شاء الله معناتها القادم خير. والمباراه كيفاش تحكم عليها من الناحيه الدفاعيه والهجوميه يا امير؟ والله انا اليوم في استاد مشيت كي ال 20 دقيقه اللعب الاولى فرشت في النادي الافريقي بصفه كبيره، معناتها مردود ممتاز ممتاز جدا. من بعد معناتها من بعد ال 20 دقيقه ما عرفتهمش برشا جوارات، ما عقلتهمش. مثلا مش نمش نقول لك مثلا، معناتها المردود نتاع غدوه في البايرت حكايه اخرى. ستيل دو جو من بعد ال 20 دقيقه اللعب الاولى معناتها ما شفتش عمليات مركزه بدنيا. اي بدنيا وسيرتو معناتها سي عادل في اخر الماتش يظهر لي الاولاد معناتها فيزيكمون تعبوا شويه من الناحيه البدنيه، وحتى مع سفيان الحدوسي في حديث خاص بالهاتف انا وياه، وحتى حسب مارينا حتى في النجم الساحلي فما اوقات 4 ساعة 4 دراج في كل مباراه تحس ان اللاعبيه تطيح شويه، وهذا مفهوم بحكم الابتعاد عن الملاعب. كمل معاك امير، مردود زملائك من الناحيه الهجوميه وانت مهاجم من ناحيه التنشيط الهجومي، كيفاش شفتوا ريت نقاط ضعف؟ شنو هما نقاط القوه اللي لازم النادي الافريقي يبني عليهم في المباريات القادمه او في مباراه الزمالك في الفريق العام؟ لا حاجه لازمنا يقول البلوك ديفونسيف، مش الاربعه ديفونسيرات، لازمنا مع منير في الحكايه هذه. البلوك ديفونسيف معناتها لازمنا نعرفوا كيفاش نطلعوا وكيفاش نرجعوا مع بعضنا، فهمت؟ مش نحملوا المسؤوليه نتاع اللي بالاريتي معناتها الديفونس نتاعنا، ممكن اللي ماركاو البونتوات ممكن واخذين من وسط الميدان ولا مهاجم واخو تاكوم سجل. لازمنا نعرفوا زاد، لازمنا نزيدوا نخدموا ونصلحوا رواحنا سير من الناحيه الدفاعيه. ومن الهجوم انا تو قاعد نتفرج في على الاولاد سيرتو حتى في ليزونترينمون قاعدين يسجلوا بعديدة كبيره، ان شاء الله نكملوا هكا. حظ سعيد للنادي الافريقي للترجي عن الوقت عن كليما. يظهر لي في الدفاع يلزم ان ليدر يرج الملاعب، عرفت يرج الملاعبيه مش يخليهم ديما حاضرين، هذا هو اللي يلزمني نقوله. هو سامي بالميل، سامي بقاسم، سامي روحه هو سامي قال لك النجم راوك ترجع في الملاعب كما زبير باي صديقك ولا لا؟ اني في عمر شخص. في عمر زبير توا نلعب، زبير مازال صغير اني مازلت نكاور. يعطيكم الصحه على الحضور، شكرا لك عادل باش تاخذ الطياره 5:30 نتاع الصباح جيت معنا وقعدت، يعطيك الصحه. امير العكروت كذلك ان شاء الله نتمنى لك الرجوع سريعا الى الملاعب التونسيه. عكروت مرحبا بك، وكذلك عادل منير يقعد معايا باش نشاهدوا الندوه الصحفيه للمدرب الوطني الجديد سامي طرابلسي اللي اعلن فيه على القائمه اللي باش تخوض المباراه الدوليه الوديه الاسبوع القادم في مسقط في عمان. انتبهوا التقرير مع بعضنا مع عبد الرحمن العش. احنا تونس اليوم نحب نتكلموا اكثر واكثر، لهذاك علاش فما ديما بونوس مع اورانج. كل نهار سبت اورانج تهدي لك 25% بونوس على اللي تستهلكه في الاسبوع الكل ابتداء من 3 دينارات. ديما بونوس فالابل فيغتي ليزوبيراتور. البونوس يتبدل مع اورانج. المنتخب التونسي لكرة القدم يجدد العهد مع النشاط بإطار فني تونسي أحرز على الشان مع منتخب المحليين هو سامي طرابلسي، وذلك من خلال لقاء ودي مع المنتخب العماني في مسقط يوم 29 مارس المقبل. والله نعرفوا لكون الفترة هذه مع المنتخبات الكل سيرتو الأفريقية تلعب وتخوض مقابلات نتاع نهائي تصفيات كأس أفريقيا. المنتخب العماني معناتها ثم عقد معنوي بين الجامعة التونسية والمنتخب هذايا، في الاثناء وقع الاتصال بين منتخب الجابون باقامه مقابله في فرنسا،
ما كانش ممكن. كذلك وقع الاتصال معناتها من دبي، زاد كذلك ثم دورة الكويت والعراق والأردن أظن معناتها، لكن كما قلت لك معناتها ثم عقد معنوي بيناتنا وبين الجامعة العمانية، المكتب الجامعي خير احترام الانجاجمون هذا. رهان كبير أمام سامي طرابلسي مع الوضعية الصعبة في تصفية أمم أفريقيا 2012، والتأهل يمر عبر الفوز في الملاوي في سبتمبر المقبل، والقائمة الجديدة سجلت عودة عديد المحترفين في أوروبا على غرار هدف الأول عصام جمعة ومحترف ماينز الألماني سامي العلاقي وقلب هجوم إفسي زوريخ السويسري أمين الشرميتي وقائد المنتخب والمنتمي لهانوفر كريم حق. اختيارهم على المستوى اللي قاعدين يبلو فيه، على المردود اللي قاعد مقدمه فيه، أكيد مردود ممتاز، مستوى طيب، لاعبين اللي بارزين في الفرق متاعهم وفي البطولات متاعهم، لاعبين اللي عنا ثقة فيهم اللي نجم يقدموا إضافة وإضافة كبيرة مع المنتخب التونسي، إن شاء الله معناتها يكونوا عند حسن الظن للإطار الفني ويقدموا الإضافة المرجوة منهم. ربما كانت البطولة كانت مستأنفة وفما مباريات، ربما كنا نجم نشوفوا لاعبين أخرين اللي ربما كانوا نجم يبرزوا، لكن ماك تعرف اللاعبين هذم لعبوا في البطولة بتاع الشام أثبتوا، وهي أول فرصة تجي اللاعب المحلي باش يلعب معناتها باش يثبت الجدارة تاعو، أثبتوا اللي كانوا عندهم إمكانيات اللي هما يستحقوا باش يكونوا معناتها موجودين في المنتخب. اللاعب البقية اللي يقع استدعاهم اللي يلعبوا في المباراة في الفرق البارة خارج تونس خذينا وخذينا على عاتقنا، زاد إن شاء الله بما يكون يتواجد معنا إلا اللاعب اللي يكون معناتها كومبيتيتيف وحاضر 100%. نحينا اللاعبين الأولمبيين اللي قد عندهم مباراة مهمة ومباراة رسمية ضد الملاوي، استغنينا على 5 من اللاعبين تاع الفريق الأولمبي وجبنا عيطنا 76 لاعبين اللي كيفولوا الاستبار اللي هما ليترانجي أوتوماتيكمون بور دوني لو بلوس للجروب هذا، في نفس الوقت باش تاخذوا على المؤهلات الفريق تانا مع اندماج الستة الملاعبية هذوما ونحضروا الماتش تشاد اللي هو في جوان. وقف البطولة يأثر بكونتاكت مع كل معناتها الحراس قاعدين يخدموا صحيح قاعدين يتمرنوا ريغليرمون، ولكن ما تعرف ديما المباراة الرسمية ديما عندها دفع خير وخاصة على مستوى التركيز على مستوى اللياقة البدنية. المهم في هذه المرحلة الوصول لتركيبة متوازنة بين اللاعبين المحليين المتألقين في شان السودان والمحترفين القادمين من أوروبا، مع العلم أن سامي طرابلسي ترك 5 لاعبين من أبرزهم يوسف المساكني أيمن عبد النور وأحمد العكيشي على ذمة المنتخب الأولمبي الذي سيواجه نظيره الملاوي الأسبوع المقبل. حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي في محطته القادمه الوديه اول رسميه، باش نفتحوا الان المجال لزميلتي لميا ذوادي باش حكينا شويه على الرياضات الجماعيه. مرحبا يا لميا. شكرا ربيع. البدايه باش تكون مع الكره الطايره، استئناف البطوله الوطنيه في جولتها 13، استئناف ما كانش موفق، كي نعرفوا انه من بين 5 مباريات 2 مباريات فقط انتهت يعني قانونيا، 2 مباريات تم فيها اشعال الشماريخ في المدارج وتوقفت 2 مباريات، ومباراه نصر الهواريه ما تمكنش التحول لملعب الأولمبي الإقليمي. نصر الهواري يقولوا أنه قاطع اللعب لأسباب مادية. زميلنا مهدي قاسم من وحدة الإنتاج التلفزي بصفاقس كان تحول لملعب أو لقاعة صفاقس، وفينا بالتقرير هذا فيما يخص مباراة النجم الرياضي الساحلي ونادي صفاقس. هاو نشوفوا الصور ونرجعوا. قمه لقاءات الجوله 13 لبطوله الكره الطايره وضعت عشيه الامس بالقاعه الاولمبيه بصفاقس النادي الصفاقسي بالنجم الساحلي. لقاء الامس
سجل بالمناسبة لأول مرة اعتماد لجنة أحباء السيسيس في تأطير لجماهيرها ظاهرة الاستادية. الاستادية هذه البادرة خذيناها على كهل لجنة الأحباء باش نكونوا مجموعة من الوليدات نخدموا بهم حفظ النظام في القاعة وفي الملاعب. ما هم السهلين الاستادية باش واحد يكونهم خاطر تطلب تكوين خاص وتطلب. احنا على كل حال حاولنا باش نأطروهم بطريقة بدائية كما نقولوا احنا في انتظار حتى نوصل نبرروا الامور واللي عندهم تكوين واللي عندهم برشا حاجات اخرين اللي يولي في مستوى كبير. سؤال اخر طرح نفسه بلحاق قبل بداية اللقاء، هل من مشاكل مادية لابناء النجم والسيسيس بعد توقف البطولة لاكثر من شهرين؟ امورنا المادية واسكي كونسيرن فريق النجم الساحلي كي الفرق الكل في تونس امور تعبة. نعطيك مثل اللي لو بيدجي دو موا دو مارس افريل مي 600 مليون لفريق النجم الساحلي اللي الساعه هذه ما دخل حتى مليم للصندوق الواحد ولي لي سيبفونسيون هذوما معناها في بالنا امور معناها رسميه اللي تمثل نتاع الاذاعه والتلفزه نتاع البرومو سبور معناها ومتاع الولايه نتاع البلديه معناها هذوما ماناش نستناوهم باش يدخلون فريق النجم الساحلي وظروفنا صعيبة. فرع الكرة الطائرة في نادي سفاكس المرمادية كما بقية الفروع كما النادي كامل إذا الفوتبول يتمس ولا البولي ولا الباسكيت الكل كيف بصفة عامة ظروف المادية للفرق كلهم ظروف توا صحيح ما تعجبش ونحاولوا باش نتغلبوا عليها شوية بالأخيان شوية بالليدون شوية بالسبونسور وربي معنا إن شاء الله. عودة البطولة في وقتها ولا تشوف في وقتها ولو انا متوخر شويه لكن تشوف الجمهور تبقى مشتاق يحب يرجع للكره ويحب شويه توحشوا برشا شويه الصالات. النادي سفيقس النجم الساحلي فرجه مضمونه على الاوراق بين زملاء اسامه المهيري بعد ادائهم المقنع في البطوله العربيه بالسعوديه واحرازهم المرتبه الثانيه، وزملاء امين الله الهميسي اللي اكدوا مع مدربهم فؤاد كمون حرصهم على الصعود على منصه التتويج نهايه الموسم. شوط أول خذا فيه زملاء نور الدين حفيظ الفرق منذ البداية 3-1 4-2 6-3 8-4 نجاح محمد بن سليمان في تنويع العمليات الهجومية وحرفية حفيظ وبالعجوزة في المباختة مع تألق أمن الله الهميسي والجيرسي والنحالي. تألق النجم قابل وجه متواضع لأبناء المدرب جاسكو ومساعده عبد العزيز بن عبد الله، هجوم السيسيس المهيري والطرابلسي والموزع الهذيلي ومحاولات بسبيس والعقربي وخنفير اصطدمت بدفاع حصيل للنجم الساحلي 15-10 19-13 21-16 و25-18 نهاية الشوط الأول لأبناء النجم الساحلي. الشوط الثاني كان نسخة مطابقة الأصل لشوط أول 5-2 8-4 10-5 15-8 أداء أكثر من باهت لأبناء السيسيس يطرح أكثر من سؤال وحيرة بسبيس والمهيري وطرابلسي في تقليص الفرق والعودة في نتيجة اللقاء. أداء النجم كان ممتاز بجهادة الجميع، جاهزية أبناء النجم بدنيا وانضباطهم تكتيكيا جعلت الفريق في طريق مفتوح لكسب نتيجة الشوط الثاني 25-17. الشوط الثالث انتظرنا عودة زملاء سليم المصمودي في اللقاء لكن سرعة النجم تواصلت 2-1 4-3 7-4 10-5 نقطة اشتعلت على إثر الشماريخ في مدارج القاعة الأولمبية وتواصلت على أرضية الميدان بنزول أحد الأحباء. وضعية حتمت إيقاف اللقاء من الحكمين معز بواب وخالد بن شعبان. إذن كما شاهدتم مباراة توقفت بسبب الشماريخ على إثر المباراة هذه. إذن نعطيكم النتائج الكاملة لبطولة الكرة الطائرة في جولتها 13، ترجي الرياضي التونسي واتحاد قرطاج كذلك نفس الشيء، مباراة توقفت بسبب إشعال الشماريخ في الميدان والهزيمة للترجي الرياضي التونسي باعتباره يلعب فوق ميدانه، نادي حمام الأنف والسعيدية الرياضية انتصار السعيدية 3-0، نصر الهوارية قلنا ما تحاولش لملعب الأولمبي القليبي، واتحاد نقل بصفاقس فاز على مستقبل مرسى 3-2، والنادي الرياضي سفاقس إذن والنجم الرياضي الساحلي المباراة توقفت وثلاث نقاط تعود لفريق الضيف النجم الرياضي الساحلي. الترتيب يكون السعيدية في المركز الأول
32 نقطة، نجم الساحلي في المركز الثاني، الأولمبي الإقليمي، ترجي رياضي، النادي الرياضي الصفاقسي، مستقبل مرسى، اتحاد قرطاج، وفي الأخير نلقاو اتحاد النقل بصفاقس. من الكرة الطائرة نمشيو مباشرة إلى كرة اليد. اخترنا لكم اليوم زوز مباريات إطارها الجولة الأولى وثانية.